الجزء الثاني تحملها الآن مجانا. أهلا بيكم النهاردة على قناة العسكري. هنتكلم عن موضوع مهم جدا، المتجر. هسيب لكم المتجر الرابط بتاعه الرسمي الخاص بلعبة نداء الحرب موجود هنا في أول تعليق في الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بالتعليق بتاعك، وأي استفسارات أنا تحت أمركم، أي تقارير، أي حاجة عندكم، وسائل التواصل كلها معايا. اللي عايز ينزل تقارير، اللي عايز يبقى في برنامج الخبير عنده خبرة في اللعبة وعايز يفيد اللاعبين ويعمل فيديو جميل بسيط، يعني كل اللي بيعمله بيسجل شاشة تمام، أو بنخش مع بعض بس مشترك أو بس موجود كده ونسأل أسئلة ونشوف الخبير هيرد هيقول إيه، ويبقى معانا على القناة. وطبعا هنقدر إن احنا نفيد ناس كتيرة موجودين بيتابعوا قناة نداء الحرب تمام. فهنخش دلوقتي هنشوف في الموضوع بقى المهم. المتجر يا جماعة اشتغل من 4 ساعات بالظبط أو 5 ساعات من نشر الفيديو، ساعات بسيطة جدا. لقينا إدارة اللعبة نزلت على الصفحة الرسمية الخاصة بيها، وطبعا اللينك بتاع الصفحة الرسمية هسيب لكم برضو اللينك بتاع الصفحة الرسمية الخاصة بلعبة نداء الحرب. نزلوا الرابط، والرابط اشتغل دلوقتي. المتجر دلوقتي بقى شغال يا جماعة رسميا من إدارة اللعبة. عندك تسجيل الدخول برقم الخاص، نفس الشرح. اللي مش عارف ازاي الخطوات او عنده مشكلة في الخطوات يرجع للفيديو اللي فات، هيلاقي شرح تفصيلي ازاي يقدر يجيب رقم المعرف وازاي يقدر يعمل تسجيل دخول. اما هنا احنا هنستعرض اسعار الحزم مباشرة تمام. هنلاقي هنا عندنا الدخول كضيف، انا هخش كضيف ليه؟ علشان عايز استعرض الاسعار بس، اشوف الدنيا عاملة ازاي، الحزم موجودة عاملة ازاي تمام. عندك هنا حزم العز الدائم والحزم الخاصة تمام. حزمة العز الدائم دي موجودة كلها، سعرها 4.74 دولار. طبعا سعرها مقارنة هي مفروض 4 تقريبا 99 على حد علمي، مش عارف الناس اللي بتشحن في اللعبة، ففي فرق حلو جدا في السعر، يعتبر خصم في السعر كويس جدا، ارخص في السعر بنسبة كبيرة، وفي نفس الوقت الحزمة كويسة جدا. عندنا الحزم الخاصة بتشمل بقى بطاقات شهرية تمام. طبعا شوفوا بقى هنا الاختلافات، هتلاقوا في 94 دولار وفي حاجات ب 23 دولار وفي حاجات ب 4.74. لا، في فرق في السعر كبير، هو مش كبير قوي بس في فرق كبير ملحوظ باين قوي، لان الحزم اللي هي ب 94 دي اعتقد ان هي ب 100 دولار اصلا، فانت عندك توفير حوالي 5 دولار توفير. فعندك كمان البطاقات الاسبوعية، هنشوف دلوقتي البطاقة الاسبوعية. هي البطاقة الشهرية مش شغالة، الذهب شغال، البطاقة الاسبوعية مش مفيش حاجة بتظهر لي، بس ممكن يكون في تهنيج او حاجة، بس البطاقة الاسبوعية مش ظاهرة، يعني ممكن ما يكونش متضافة اصلا. البطاقة اللي عندنا الذهب بقى، هنا الذهب عندنا 4.74 برضو، 9.49 مش 10 دولار 9.99، لا هنا في فرق يا جماعة. 18 دي المفروض ان هي بتبقى ب 20، يعني في توفير على قد كل ما حجم الحزمة بيزيد كل ما مقدار الخصم بيزيد، وده لنا في ده عبرة، اللي هو ال 100 دولار بقت ايه، حوالي 94 وشويه، يعني حوالي 95 دولار، يعني في توفير 5 دولار موجود معاك. عندك هنا برضو 47 بدل من 50، يعني المفروض ب 50 دولار الحزمه. فانت عندك فرصه انك تجيب، طبعا هنا بيقول لك 10% زياده، 10% على اصناف اضافيه 10%، يعني هتاخد زياده على الحزمه بمقدار 10% في الذهب تمام. وحزمة العز الدائم نفس النظام برضو 10%. هل دي الحزم المتوفرة دي بس هديناها كده وخلاص، ولا ممكن يكون في حاجات هتضاف بعد كده؟ لا طبعا، لسه يا جماعة المتجر لسه جديد ونازل حديث، فطبعا توقعوا مستقبلا هيتم إضافة حزم جديدة والأصناف الإضافية أو مقدار الإضافة. هما كانوا مرة قايلين 15% تمام، ومفروض إن هو يوصل من 15% لحوالي 20 و25%، هتوصل لكده يعني هتلاقوا بعد كده
زيادة بالمقدار ده، أقصاها 25% في بعض الحزم المعينة اللي هتزيد بنفس الكم ده. تمام، ده بالنسبة للحاجات دي. في بقى عندك تسجيل الدخول، تقدر انك تسجل دخول. بتسجل دخول بقى هنا ايه ازاي؟ هنا في حاجة اسمها تذكر الرقم الخاص، وفي هنا بتقدر تدخل الرقم الخاص باللاعب. لما بضغط على العلامة بيقول لك تدخل على الصورة في الواجهة الرئيسية صفحة القائد، وبعدها تنقر على إشارة التعجب، وبعد كده نقر على فريق المساعدة ثم انسخ الرقم الخاص. تنسخ الرقم الخاص وتحطه هنا، كده انت سجلت الدخول. هيجيب لك سيرفرك، هيجيب لك بياناتك في الجنب هنا وكل المعلومات الخاصة بيك. تمام، علشان خاطر تقدر تعرض الفعاليات المتاحة الخاصة الموجودة في سيرفرك، لأن كل حاجة مش هتظهر إلا على حسب السيرفر اللي انت فيه. فعاليات عندك مختلفة عن السيرفر التاني، ممكن يكون سيرفر فيه فعاليات نازلة علشان خاطر هو مثلا في حرب سيرفرات او حاجة او فعالية معينة، فعلشان كده بينزل لهم عروض خاصة، فلازم تسجل دخول علشان خاطر تقدر انك تكون تعمل عملية الشحن. تمام، بس ده كان فيديو النهاردة، والمتجر شغال، خشوا كلكم جربوه. تمام، وطبعا انا بنصح بالتريث شوية، انتظروا يوم على الاقل، يعني بكرة تقدروا تستخدموا المتجر علشان خاطر ما يبقاش فيه نوع من المشاكل، او نتأكد تماما انه ما فيهوش اي مشاكل من خلال ان ناس تانية تجربه، ونقدر ان احنا نعرف هل هو شغال فعلا، امن، ما فيهوش اي مشاكل، خالي من الاخطاء، مش هيحصل اي اخطاء تقنية، وبالتالي نقدر ان احنا نستخدمه. شكرا جزيلا، ورمضان كريم عليكم.